من جديد كابتن هيثم، وطبعا زي ما حضرتك قلت الفرحه جميله وفوز جديد وبطوله جديده بتضاف لفريق انسات السله بالنادي الاهلي وبطوله منطقه القاهره، ومعايا اثنين من نجمات الفريق يعني هاله شعراوي. الف مبروك الفوز والكاس في ايدك، يعني تقول لنا شعورك النهارده بعد مباراه صعبه زي دي. الحمد لله رب العالمين، يعني المباراه كانت صعبه جدا بس الحمد لله قدرنا نفوز بيها في الاخر. كان في سوء توفيق سواء في اخر الكوارتر الثاني او اول الكوارتر الثالث، تعاملتوا معاه ازاي كابتن طارق؟ الكويت في الهاف تايم هو قال لنا الحاجات اللي احنا كنا بنعملها غلط والحمد لله صلحناها يعني، بس في الشوط الثاني. جمهور الاهلي النهارده اللي كان داعم لكم من اول دقيقه، تقولوا له ايه كان شعوركم وانتم بتلعبوا قدام الجمهور ده كله؟ ما فيش شعور يوصف والله، وان شاء الله ان شاء الله على مجهودك ده نفرحكم بكل البطولات. 10 ايام وعندنا بطوله السوبر، بقى شايفينها ازاي وتساعدوا ازاي خلال 10 ايام؟ ان شاء الله هنبتدي تمارين من يوم السبت، ننسى بقى اللي فات وان شاء الله نكسبها برضه. شكرا مستني البطوله ان شاء الله يوم 24. مكملين كابتن هيثم، ضمننا واحده من نجمات الفريق جنى الالفي. جنى الف مبروك البطوله. يعني قبل ما اسالك بقى على البطوله وكل حاجه، مواجهه بابا النهارده وصفها لي في الملعب. لا طبعا بابا في ده في البيت، يعني احنا هنا بنلعب لكن انا بلعب اللعيبه مش بلعب بابايا، فنزلت الحمد لله وعملت اللي عليا، فبس الحمد لله كسبنا يعني دي اهم حاجه. المباراه يمكن احداثها كانت الاول الكوارتر الاول كنا متوافقين فيه، كان في سوء توفيق شويه ما كناش موفقين في الكوارتر الثاني واول الكوارتر الثالث، تعاملتوا معاه ازاي وكابتن طارق اتكلم معاكم فيه؟ طبعا زي ما هي قالت، هو كوتش في الهاف تايم قال لنا الغلطات بتاعتنا، واحنا طبعا نزلنا مركزين الكوارتر الثالث والرابع وقلنا خلاص بقى دي البطوله، مش عايزين حتى نلعب ماتش بكره، يعني يبقى في ماتش فيصل بكره، فبس احنا نزلنا كلنا كنا رجاله الحمد لله، والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا. 10 ايام وعندنا مباراه صعبه امام سبورتنج وبطوله السوبر، شايف المباراه ازاي هتساعدونا ازاي خلال الفتره الجايه؟ طبعا المباراه مهمه جدا، ودي طبعا كمان بطوله ان شاء الله تبقى في النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يعني، فزي ما هي قالت احنا هنبتدي ان شاء الله تمارين من يوم السبت واحنا جاهزين ان شاء الله ان شاء الله، بنبتدي نازلين مركزين يعني من يوم السبت ان شاء الله. شكرا يا جنى ودايما موافقين باذن الله. شكرا ربنا يخلي حضرتك. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا مع نجمات النادي الاهلي، الف مبروك الفوز لحضرتك وضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، ويا رب دايما النادي الاهلي في انتصارات وبطولات. نتكلم مع حضرتك مستمرين في مزيد من اللقاءات باذن الله.